السباق وحسم رئيس جديد للحكومة البريطانية قد اختير والإعلان غدا، وتبدو بلاد الملكة إليزابيث الثانية بأسوأ لحظاتها منذ الحرب العالمية الثانية. الرئيس القادم الذي سيخلف بوريس جونسون الخارج بفضيحة احتفالات خلال جائحة كورونا سيكون في مهمة شاقة. فالوافد الجديد لـ 10 داونينغ ستريت لن يكون في نزهة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها البلاد. من بين المرشحين لستراس وريتشي سوناك، يأمل البريطانيون في وصول رئيس وزراء قوي يخرج بلادهم من أزمة الطاقة والخلافات مع الاتحاد الأوروبي وتضخم وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني. وبينما تحظى ليز تراس بدعم تيار بوريس جونسون داخل حزب المحافظين، فإن ريشي سوناك يملك دعما كبيرا من المعارضين لرئيس الحكومة المستقيل جونسون. وبين هذا وذاك، تبدو مهمة المحافظين الصعبة في كسب الثقة الشعبية قبل عام ونصف من منافسة جديدة مع حزب العمال المتحفز. إليك يا لميس. في سباق الوصول إلى 10 داونينغ ستريت، تبدو المرشح لستراس الأقرب إلى رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لبوريس جونسون المستقيل. استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى فارق كبير بين وزيرة الخارجية ووزير المالية السابق، حيث يميل جزء كبير من أعضاء حزب المحافظين المصوتين إلى ليزا على حساب سوناك. وستكون تراس بحال فوزها المرأة الثالثة في هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتريزا ماي. فشل ريتشي سوناك المنحدر من أصول هندية في تغيير صورته المهتزة بعد رحيل جونسون الذي يتعاطف معه معظم أعضاء حزب المحافظين الذين يعتبرونه جزءاً من التسريع في سقوط باريس. كل ذلك يحدث هماً كبيراً يلاحق حزب المحافظين اسمه حزب العمال، الذي يستعد ليكون منافساً شرساً قادراً على سرقة ثقة الشعب البريطاني من المحافظين بعد سنوات من تراجع الشعبية المفرطة. شبارو محمد، يسعد صباحك، اهلا بك، منورنا اليوم في صباح العربيه. صباح الخير عليكم نادين وسهام. اهلا بك محمد. طيب محمد، من هو الاوفر حظا لخلافه بوريس جونسون في الحكومه البريطانيه الجديده؟ يعني من دون شك سهام ليستراس هي اليوم من يعني يبدو ان الفرص والحظوظ وان كل الاستطلاعات على مدى الشهرين الماضيين تصب في صالحها. المشكلة هي أن ليستراس متشددة وقد لا تكون على قد المسؤولية، أو يعني العبء الكبير الذي تواجهه بريطانيا اقتصاديا واجتماعيا والانقسامات إن كان في داخل حزب المحافظين أو أيضا في البلاد. وبالتالي بريطانيا اليوم تعيد ربما انتخاب أو تصل إليها سيدة تتشبه أو تشبه نفسها بمارغريت تاتشر، السيدة الحديدية أو أيقونة. طب كيف يا محمد، يعني ما الذي يجعل ليز تراس موضوع تشبيه ومقارنة بين المرأة الحديدية مارغريت تاتشر أيقونة التيار المحافظ؟ يعني هي تتشبه بها بالطريقة التي تتحرك، تتحدث، ملابسها أيضا، سياساتها التي لا تقبل الجدل في طروحاتها. ولكن ما أود قوله هنا أستاذ نادين هو أنه ليس تشبيها إيجابيا، فمارغريت تاتشر هي صنيعة فترة أو حقبة اقتصادية واجتماعية بريطانية من ستينات وسبعينات الماضية، واليوم التحديات التي تواجهها بريطانيا اختلفت تماما. فأن يبقى شبح المرأة الحديدية داخل حزب المحافظين موجودا شيء، وأن يصبح في 10 داونينغ ستريت في 2022 شيء آخر كما يقول كثيرون. بوريس جونسون حكم وشبح وينستون تشرشل وعظمته وقوته في إدارة بلاد بين الحرب العالمية الثانية كانت حاضرة. يعني بوريس جونسون معجب بوينستون تشرشل لحد كبير. اليوم ليز تراس معجبة
بمارغريت تاتشر إلى حد كبير، رغم عدم تمسكها بسياسة الصرامة المالية في إدارة شؤون الدولة، ولكنها تطرح نفسها من هذه الوجهة في وقت البلاد بحاجة إلى تصالح وليست بحاجة إلى صدمات أكثر كما يقول كثيرون ويراه كثيرون، في ظل الأزمة، أزمة غلاء معيشة، أزمة إضرابات، إعادة تشكل النقابات بسبب حكم حزب المحافظين الذي دام 12 عاما وأدى إلى سياسة تقشف أساءت إلى الوضع العام لإجراءات وأنظمة وتدابير الدولة الداخلية. طيب محمد، كيف تبدو القاعدة الشعبية؟ يعني ما مدى حظوظ الطرفين في كسب الثقة الشعبية اليوم؟ أنا أعتقد أن حزب المحافظين طبعا جناحه اليميني المتشدد الشعبوي، يعني ما يسمى بإرث بوريس جونسون إذا صح التعبير، وإرث الطالبين الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما زال يسيطر ويهيمن على الحزب، وبالتالي حظوظ هنا لستراس هي الأقوى، رغم أنها كانت من المطالبين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي وهنا المفارقة، ولكن الوضع الشعبي ميال أو يطلب وصول رئيس وزراء يعيد تجميع وربط وحدة الشعب التي إلى حد ما يراها الإنسان العادي البريطاني بأن حكومته قد أحرجته ولا تفعل واجباتها تجاهه وتجاه بلاده، وبالتالي هنا التحدي الكبير الذي يقول كثيرون ولو وصلت تراس إلى الحكم فهناك لابد من انتخابات عامة، وربما يصل حزب العمال إلى السلطة لمحاولة التعامل مع هذه التحديات من إضرابات، من غلاء معيشة، من زيادة كبيرة في أسعار المحروقات، زيادة كبيرة في أسعار التدفئة في البنازل، إضرابات محامين، إضرابات عمال مرافق، إضرابات، وبالتالي بريطانيا ليست سعيدة اليوم. نعم استعادوا السيطرة من أوروبا، ولكنهم فشلوا في إدارة البلاد إلى بر الأمان إذا صح. طيب محمد، بما أنك رجعتنا لأيام وينستون تشرشل والحرب العالمية الثانية، اليوم بريطانيا هل تعيش أيام أصعب من حرب، تعيش حروب من نوع آخر أمام كل اللي ذكرته، يعني أزمة ما بعد بريكزيت واليوم ارتفاع أسعار الطاقة، شتاء قاسي، وكل هذه التحديات وتضاؤل القدرة الشرائية للبريطانيين؟ إذا لم نعد إلى الحرب العالمية الثانية أستاذ نادين أو ما وراء الحرب العالمية الثانية، وهو يعني أمر متوقع ومفروغ منه أن يعني تعاني البلاد فترة ركود اقتصادي، ولكن تذكر ما تمر به بريطانيا اليوم بفترة السبعينات، حيث تراكمت النفايات في الشوارع، حيث كان التضخم كبيرا جدا، طلبت خلاله بريطانيا من الولايات المتحدة مساعدات، كل ذلك أكثر أقرب إلى فترة تدهيس وويلسون رئيسي وزراء، واحد من المحافظين وآخر من العمال، وهو إذا صح التعبير الارتدادات التي عانت منها بريطانيا بعد بداية ولوجها إلى الاتحاد الأوروبي، يعني الذي بدأ في السبعينات، ولكن أزمتها الاقتصادية سبقت ذلك. فكل هذا يتطلب رئيس وزراء يكون جامع، قادر على جمع المواطنين حول الفكرة، والمواطنين في بريطانيا منقسمين حتى في المنزل الواحد، يعني بين مؤيد ومعارض، وما يعتبرونه سببا في هذا التدهور الاقتصادي هو بريكسيت، وأيضا غياب رؤية موضوعية وسديدة لحزب المحافظين لطرح فكرة كيف سيرقى بالبلاد، كيف سيعود الازدهار، كيف سيعود النمو، وكيف نخفض الضرائب. ومحمد تعليق أخير، يعني هذه النصيحة الغريبة من بوريس جونسون اللي نصح البريطانيين إنه يشتروا غلاية مي جديدة عشان يوفروا كهرباء، يعني كمان كانت أثارت كثير من ردود الفعل. شكرا محمد. بس تعليق يعني هي صبيانية رأيناها خلال الثلاث سنوات من حكم بوريس جونسون في التعاطي مع أمور جدا مؤثرة في المجتمع، يعني كان يتوقع من الدولة أن تأتي بنصائح أفضل من تلك، إن كان عن طريق التدبير أو إن كان عن طريق توفير المساعدات، وليس أن نشتري غلاية مياه تصرف كهرباء أقل بشكل أو بآخر. هذه هي المأساة البريطانية في جملة واحدة من بوريس جونسون كما تفضلت أستاذة نادين. وبانتظار المزيد لنعرف غدا. شكرا جزيلا لك من لندن الصحفي محمد شبار. شكرا محمد.